بهدف تشجيع واستقطاب المجيدين والمبدعين في مختلف البرامج الشبابية وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع. نظمت هذه المجموعة المتنوعة من البرامج والأنشطة خلال الفترة الصيفية المنصرمة، وذلك في إطار برنامجي شبابي وصيف الرياضة واللذان تقدمهما وزارة الشؤون الرياضية من خلال الأندية في مختلف محافظات السلطنة. شاركت في عدة مسابقات، منها مثلا مسابقة القرآن الكريم للقاء الشعري. هاي المسابقات تثرينا نحن كشباب في الإجازة الصيفية، تفيدنا نستغل، تساعدنا على استغلال أوقات الفراغ من سواء من ناحية الثقافية والعلمية والرياضية. الأنشطة العديدة والمتنوعة بين المسابقات الرياضية من خلال دوري كرة القدم والتنس وغيرها، وأخرى ثقافية كمسابقات سين جيم بين أفراد المجتمع، وأخرى خاصة بين المؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك دون إغفال الجانب الاجتماعي والعلمي من خلال تنظيم عدد من المعسكرات العلمية والترفيهية داخل الولاية وخارجها. احنا نظمنا العديد من الفعاليات، بدينا في شهر رمضان المبارك حتى نهاية شهر أغسطس. أول فعالياتنا كانت هي مسابقات ثقافية، نظمنا 5 مسابقات ثقافية، ثم انطلقنا بعد العيد في الفعاليات الأخرى، كانت منها الفعاليات العلمية والفعاليات الاجتماعية والفعاليات الأخرى اللي هي تساعد الشباب وتقويهم وتساعدهم في المعرفة. إن التنوع الكبير في الأنشطة المقدمة من قبل النادي واختلاف الفئات العمرية المستهدفة أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من الشباب والفتيات في الولاية، ليكون ذلك نجاحا كبيرا للأهداف التي رسمها النادي من خلال تنظيم هذه البرامج، وتأكيدا على حسن التخطيط وسلامة الاستراتيجيات التي تضعها وزارة الشؤون الرياضية للشباب في كل عام. بعد ختام برنامجي صيف الرياضة وشبابي وهذا التكريم في هذه الليلة، ليس سوى حافز وتشجيع لمشاركة الشباب في الفعاليات القادمة ومن ضمنها إبداعات شبابية. من نادي مدحة الرياضي الثقافي، نجم بن عبد الله الشحي.